أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. الآن أنباء عن قصف شديد من الجيش الإسرائيلي حول بيت هنية إسماعيل هنية رئيس وزراء الفلسطيني المقال. هو نفسه نعى نفسه وأعلن الشهادة على موقعه على الفيسبوك أو على تويتر. أيضا تم دك مجموعة من الأنفاق، ضرب مجموعة من الأنفاق في رفح. المسألة بتسخن، إسرائيل داخلة. نتنياهو قال إن على حماس أن تستوعب إن إحنا ما بنهزرش وإن إحنا مش هنفرط في الحق الإسرائيلي ولا الدم الإسرائيلي ولا 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 ولا، داخلين في منطقة سيئة جدا. عودة مرة أخرى إلى قنوات دريم، قنوات دريم التي بدأت منذ ما يقرب من 12 عاما، أول محطة خاصة وأول استثمارات مصرية في الإعلام المصري، كانت بادرة من الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال المصري أن يقدم إعلاما مصريا خالصا، استطاع به أنه يصنع لنا دور مهم. كان طول الوقت المال الخليجي هو الذي يؤسس للإعلام في المنطقة العربية، كنا بنسميه غزو وثقافة وأجهزة مخابرات بتلعب وحاجات كده، ففرحنا جدا لما طلعت قناة خاصة، وكان هو المصباح اللي نور لنا جميعا، لكل القنوات الخاصة اللي عملت تغيير في مصر وفي العقل المصري، واللي ساهمت بمزاجكم أو مش بمزاجكم، تقبلوا أو ما تقبلوش في إنها تعمل الثورة المصرية. والإخوة اللي بيحكموا كلهم ما كانوش بيظهروا غير في القنوات الخاصة دي، وإلا ما كانش حد سمع عنهم خالص. فلابد إن احنا نحزن إن قناة دريم يبقى شكلها كده. ده اللي كتباه قنوات دريم بعد ما سودت شاشاتها بعد ظهر اليوم نتيجة للتعسف الإداري. ينسب لوزير الإعلام السيد صلاح عبد المقصود إنه قال إن احنا مع دريم بننفذ سيادة القانون، والبلد أنتوا عارفين مصر في سيادة القانون ما عندهاش تهريج إلا القانون. احنا قاعدين كل يوم أهو، شوفوا خطوة خطوة سيادة القانون على طول، يعني العشرة بتاع مترو الأنفاق اللي النيابة استدعتهم قال لك هنوقف المترو تاني، سيادة القانون طبعا. الحكومة دي في سيادة القانون كده، فأنتوا زعلانين إنها بتوقف دريم؟ عادي، اصل دريم فجاه صحوا من النوم لقاها بتبث من بره. طب يا سيدي دريم هتفضل زي ما هي، وهتجيب قمر، هتروح على قمر تاني، وهتدفع فلوس بره بدل ما انت بتاخدها بالدولار، عادي يعني. هو ده سياده القانون اللي احنا بنطبقها في مصر، سياده القانون جايه على وسيله اعلاميه. ودريم الواوا عملت ايه؟ دريم اختلف بعض قاده الاخوان مع بعض اعلامي وزملائنا في دريم، غلطت في دريم، صوتها عالي؟ مش ده زمن الحريات؟ مش ده زمن الصوت العالي؟ مش لا عودة للوراء؟ ولا ده عودة لتكميم الأفواه؟ لا، ده كتير أكتر مما نتخيل. اللي معانا المهندس أسامة عز الدين رئيس قنوات دريم لا يرد على التليفون، احنا حاولنا الاتصال بالسيد صلاح عبد المقصود وانا كلمته من تليفوني في الفاصل ما بيردش، بعتنا له رساله علشان يعمل مداخله، طلبنا رئيس النايل سات الاعلامي الدكتور ثروت مكي رفض التعليق وقال انا قلت كلامي مش هتكلم في الموضوع تاني. بصوا، من فتره وهم مستنيين دريم، ودريم مش الاخيره، ودريم البدايه والبقيه تاتي. لا تتعلم الادب، كاننا قلالات الادب لما بننتقد، لا هتدفع التمن، والتمن تبقى اسود. ويا سيدي زمايلك هيطلعوا يتكلموا يوم اتنين، هيعملوا وقفه على سلالم نقابه الصحفيين، كم صحفي هيكتب؟ ما هو ده اللي كان بيعمله النظام اللي قبل كده. سيبيهم، ويتم مصر كل يوم الاحداث بتاكل بعضيها، فهيجي حدث كبير وننشغل في دماء غزه، ويضيع الحديث ويتشتت ويتشحطط ويتبهدل الفني، واللي بيمسح الاستوديو واللي بيركب لمبه واللي بيذيع. ما هو احنا مش العشره اللي بتشوفونا على الشاشه، ده احنا اتفه جزء في الحلقه، ده احنا واجهه لناس قاعده تشتغل طول اليوم ما بتنامش، احنا واجهه لفلوس وفكر وشغل كتير، فانت حجم الخسائر كتير قوي. ف وهننسى خلاص يعني، اتقفلت دريم يا حبيبتي يا دريم، يا خساره يا دريم، وبعدين هيتنسوا
وتبقى ضاعت دريم، ويجي بعد بكره مش عارف قناه ايه، وبعد بعده نعدي اسبوعين ثلاثه بس كل اللي لسانه كده يتحرك يرجع. لا سياده الرئيس، سياده الرئيس وانت حريص على حق الفلسطينيين، كن حريصا ايضا على حق المصريين وعلى حقنا كاعلام. انت وعدت وعليك ان تفي بوعدك. معي الدكتور محمد خضر رئيس قطاع الانتاج بقنوات دريم. مساء الخير دكتور محمد. الو مساء الخير يا استاذ خيري. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قلبي عندك واعلن تضامني معكم تماما ومع كل الزملاء ومع مؤسسه قنوات دريم، ولكن حتى يكون الامر واضحا بالنسبه للساده المشاهدين، هل يمكن ان تشرح لنا لماذا يحدث ذلك الان؟ هو لماذا يحدث ذلك؟ يمكن حضرتك جاوبت على السؤال دوت في المقدمه. نعم. هو طبعا حساب سياسي، الموضوع مش استديو ولا اي حاجه من اللي بيتم تداولها ديت، هو موضوع سياسي. الهدف منه ان قناه دريم تتراجع عن الاداء بتاعها اللي زي ما حضرتك قلت من قبل الثوره، الاداء بتاع القناه وتوازنها ووجود قوى المعارضه كلها على الشاشه بتاعت دريم كانت من الاسباب الرئيسيه في رفع الوعي الاحتجاجي عند المواطن المصري. اعتقد ان الاخوه الان يعني مش عاوزين ده يتكرر بشكل ما يعني. فزي ما حضرتك قلت برضو، وانا يمكن كنت قلت في مداخله قبل كده، اللي دريم مش النهايه، هي البدايه للضغوط والتكميم الافواه، واللي المواطن ما يبقاش عند جهات مستقله يستقي منها معلوماته. و بعيد كل البعد عن قصه السياسات، لان قصه السياسات طيب اذا كان احنا فاهمين كاعلاميين ان دايما بيبقى في واوا كده ونقطه ضعف بيروحوا يدوروا عليها وقت ما يحتاجوا. انا عايز افهم ايه هي نقطه الضعف القانونيه؟ يعني ما نسب للسيد وزير الاعلام ان نحن نطبق سياده القانون. ايه هي سياده القانون؟ يعني انا عارف ان انتوا كنتوا واخدين قرار او صادر لكم قرار خاص بست سنوات بث من الخارج. هو حضرتك، لا هو القرار ما فيهوش ست سنوات، القرار غير محدد المده. تمام. القانون اللي هم بيستندوا اليه دوت قانون الاستثمار، بيقول ان البث من مدينه الانتاج الاعلامي واي بث خارجي لازم يكون بموافقه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. تمام. القانون. وهو بالظبط اللي حصل، اللي احنا لما جينا طلبنا اللي احنا نطلع هوا من استديوهات دريم اخذنا موافقه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وعلى ضوء اخذنا موافقه من هيئه الاتصالات، وشغالين بالشكل ده بقى الناس. نعم. فاذا اتكلمنا عن الناحيه القانونيه، ناهيك طبعا اللي القانون اساسا من القوانين اللي يجب ان تراجع، لان كانت من القوانين اللي اتعملت لتقييد الحريات، والقنوات الخاصه تبقى جوه مدينه الانتاج اللي هي اصلا شركه خاصه. اوكي. نعم. بيساهم فيها التلفزيون وشركات خاصه، و يعني اكثر شركه مسلمه يعني خاصه، فليه يلزمني ان انا ابقى جواها؟ فده موضوع كبير، او ده موضوع اصلا غير دستوري، ده هنبحثه. لكن انا بتكلم عن الحاله الخاصه دي دلوقتي، ده موضوع تم عمله. دكتور محمد، اول مره يبعتوا لكم انذار او طلب او تحت؟ انا اعتقد اجهزه الاعلام كانت 10 ايام اللي فاتت دي كده، يعني ما كانش قدامها غير قناه دريم، اشتغلت عليها كل القطاعات الخاصه بوزاره الاعلام، الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، يعني لما جينا طيب جاوبين امبارح. دكتور محمد، انا بستاذنك، يبدو ان في مشكله في الصوت، ارجو انك تكون في مكان افضل شويه. وحضرتك معايا، هيكون معايا السيد وزير الاعلام الاستاذ صلاح عبد المقصود. مساء الخير استاذ صلاح. اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا بيك يا فندم. سياده الوزير، منسوب لحضرتك ان ما تم مع قنوات دريم هو تطبيق لسياده القانون، هل هذا التعبير صحيح؟ بالتاكيد. بالتاكيد. لسياده القانون ولمبدا العداله والمساواه. لو انا هسيب قنوات دريم والتحرير، فمن حق السي بي سي ايضا توفر عشرات الملايين اللي بتصرفها سنويا كايجارات لمدينه الانتاج الاعلامي ورسوم للمنطقة الإعلامية الحرة، من حقها أيضا ومن حق قناة المحور وقنوات الحياة أنها تطلع بره. وبالفعل إحنا من أسبوعين يا أستاذ خيري جالنا 4 طلبات من قنوات خاصة محترمة تطلب المعاملة بالمثل. قلنا أي مثل؟ قالوا إن إحنا نبث من استوديوهات خارج المنطقة الإعلامية الحرة لأن استوديوهاتنا ضيقة وغالية.
قلنا لهم بس ده مخالف للقانون. قالوا طب وشمعنا دريم وشمعنا التحرير؟ نعم. رجعنا للقانون وجدنا بالفعل ان قنوات دريم واخد استثناء من 6 سنين في 2006 بالبث من خارج المدينة وبمد كابلات خاصة من شركة النايل سات لقنوات دريم اللي استديوهاتها خارج المنطقة الإعلامية. كانت دفعت على ده فلوس يا ست الوزير ولا لا؟ لا يا فندم ما دفعتش اي فلوس. يعني خدت الكابلات دي مجانا؟ لا، كابلات هي عاملاها على حسابها زي ما انت بتوصل التليفون لبيتك. نعم. انت بتدفع رسوم وكانت بتدفع ثمن التردد على الاقمار. بس التردد فقط. تكلفة الاستوديوهات حضرتك ان عارف ان انتوا بتاخدوا هنا التكلفة، انتوا صارفين يعني. طبعا يعني يا فندم. اقول لحضرتك قناة خاصة زي حضرتك كده. نعم. احدى القنوات الخاصة دفعلنا السنة دي للمدينة الانتاج الاعلامي 15 مليون في السنة. تمام. ايجارات. هل انا اروح اسيب مدينة الانتاج الاعلامي واعمل لي مجمع استديوهات يكلفني ال 15 مليون دول واشتغل بيهم دائم؟ طب ما فيش استديوهات موجودة في المدينة. الاستديوهات الحمد لله كلها مؤجرة وزي الفل. في يا فندم استديوهات في المدينة، ودريم نفسها لها استديو في المدينة. نعم. لا تنسى قناتي دريم لهم استديو داخل المدينة وبثوا منه برنامج رياضي يومي وبيدفعوا فلوس فيه، بس استديو صغير. هو عند حضرتك استوديوهات كبيره دلوقتي في المدينه؟ نعمل لهم يا فندم لو عايزين نعمل لهم. طيب. سياده الوزير، انت رجل اعلام وطول عمرك في الاعلام، وكنت رجل نقابي وحريص على حقوق الاعلاميين طول الوقت. بالتاكيد. الم توجد وسيله اخرى غير اغلاق قناه؟ يا فندم انا اعترض على مصطلح اغلاق قناه. قناه دريم 1 و2 لم تغلق، وكذلك قناه التحرير لا علاقه لنا بالاغلاق. نحن نطبق القانون، بنقول له اتفضل بث من داخل المدينة، وانت بتبث بالفعل احد برامجك من داخل المدينة. هو هيلحق يبث في يوم يا سيادة الوزير؟ ما انت عارف انه علشان توفر له استوديو ويجهز وياخد اجراءاته ده محتاجة وقت يا فندم. سبق اختارهم قبل كده. من قد ايه يا سيادة الوزير؟ اقول لحضرتك يمكن من 3 سنين. 3 سنين؟ وبعدين احنا في الازمة الحالية دي احنا اخترناهم من الخميس الماضي. هل تعتقد ان اسبوع واحد لو انا طلبت من حضرتك استوديو عشان ابث برنامج كبير من زي اللي بيطلع في دريم، حضرتك عارف انا باخد وقت قد ايه عشان اجهز استوديو زي انا ده؟ عارف يا فندم طبعا، لكن انت عندك استوديو بالفعل ده صغير. حضرتك بتقول صغير وبيطلع منه برنامج. ماشي. باقي البرامج بتطلع من عندهم. والله يا فندم اتحمل خطاك يا فندم. ده ما كانش خطا يا فندم، هم اشتغلوا بقرار وموافقه. استاذ خيري. نعم. نحن لم نغلق قناه دريم 1 ودريم 2، القناه شغاله ونشر تنويه كاذب بتقول ان ده ياتي في اطار سياسه حكومه الدكتور هشام قنديل في التضييق على الاعلام والاستثمار، وهذا كذب وافتراء ولا علاقه للدكتور هشام قنديل. حضرتك مش من الحكومه يا فندم؟ نعم. حضرتك مش من الحكومه؟ طبعا من الحكومه. طيب لما بتكلم على الدكتور هشام قنديل ان حضرتك عضو في هذه الحكومه يبقى توجه حكومي. وافخر بتطبيق القانون وتنفيذ القانون ونفذنا بالفعل القانون. سيادة على الوزير، القانون المنورة. عندنا في مصر متاخر في حاجات كتير قوي سيدي. انت يجب ان تحافظ على هذه الوسيله الاعلاميه. جميل. بكل الطرق. وانا ما اغلقتهاش يا فندم، والحمد لله هذه الحكومه اللي بنهاجمها دلوقتي رجعت عشرات المليارات للشعب المصري في صورة فساد مالي وإداري سابق، ورجعنا عشرات المليارات. وأيضا فين المليارات دي يا سيادة الوزير؟ انت ما تعرفش سعادتك الأراضي اللي تم توفيق أوضاع الشركات. عارف يا فندم الأراضي اللي رجعت، بس ما شفتش بيان النائب العام اللي نشر من عدة أيام؟ شفته يا فندم. طيب يا فندم، هل احنا حكومة بقى بتبدد المال العام ولا بتحافظ على المال العام؟ هو ده في مواجهته يبقى توقف قناه مهمه زي دريم. لسه مصر على توقف قناه؟ لم يا فندم. انت مش حضرتك محدد ان يوم الجمعه هو اخر يوم بالنسبه لقنوات دريم؟ لا يا فندم، النهارده اخر يوم للبث من خارج المدينه. طيب عايزه يجي الصبح يبث ازاي يا سياده الوزير؟ يا فندم عنده استديو من سنوات عندك في مدينه الانتاج. ده استديو صغير باعتراف حضرتك بيبث منه برنامج رياضي. جميل. كان من حقه انه ياخد استديو كبير زي السي بي سي وغيرها يا فندم، ويدي الحكومة حقها يا فندم، ويدي الشعب المصري. سيادة الوزير، سيادة الوزير، إذا سمحت لي مع كل الاحترام، وأنت زميل محترم وتاريخك في النقابة أنا لا أنساه، ولكن ما يحدث الآن فلتسمح لي بالاختلاف. أتحدى حضرتك إذا كان هناك استوديو كبير واحد في هذه المدينة، أتحدى واحد معجزة يستطيع أن يجهز استوديو كبير لإذاعة برامج لمحطة كاملة في أسبوع. ماشي يا فندم، وأتفق معاك إن هذا الأمر يحتاج إلى وقت زمني
لكن انت كان معاك 6 سنين تعمل فيها استديو، وبعدين اسمح لي ما بني على باطل فهو باطل يا فندم. كان واخد قرار يا فندم انه يطلع من بره. لما اجي اقول له دلوقتي وحضرتك اعلامي لازم تقول له انا هديك مهله 3 شهور. لا يا فندم، اعطيناه مهله اسبوع واحد، وكان من حقنا تفعيلا للقانون ان احنا ننفذ فورا. لا، ادينا له مهله اسبوع يا فندم، وتفضل بس من داخل المدينه احقاقا وتنفيذا للقانون، وايضا مبدا العداله والمساواه بين كل القنوات الفضائيه يتحقق. واظن ده ما يزعلكش يا استاذ خيري. اظن لا سياده الوزير، بس اذا سمحت لي انا 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 لا ارى لا ارى برا ان هذا في تعسف شديد، وانا اعلامي يا فندم. انت انا اختلف، انا قابل اختلاف حضرتك جدا. انا يعز عليا ان يكون هذا قرار وزير الاعلام صلاح عبد المقصود رجل الاعلام، ان يكون قراره ان يمهي القناه لمده اسبوع فيها مئات العاملين وفي بما فيها من إساءة، وكأن المساواة تأتي الآن والآن الآن مع قنوات دريم. نعم يا فندم، أنا أرى أن هذا خلفه يا فندم أبعاد أخرى. تنفيذ القانون وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة للجميع يا فندم. نفخر ومش على رأسنا بطحة. حتى المساواة لا تكون بالظلم سيادة الوزير. ليس ظلما يا فندم. إذا كان هناك أمر مستتب بتغييره يستلزم كثير من الوقت يا فندم. الشعب المصري هو اللي ظلم، والقانون هو اللي ظلم. الشعب المصري ده لما بنعوز نستخدمه في حته بنستخدمه، لما نسيبه في حته بنسيبه. بنستخدمه دلوقتي يا استاذ خيري. حكومتنا حكومه ان شاء الله رشيده، وبتستخدم الشعب المصري وبتستند للشعب المصري بعد الله في دعمها، وبنقول دي حقوق الشعب المصري، حقوق موازنه الدوله. هذه عشرات الملايين تهدر سنويا بسبب هذه الممارسات الاستثنائيه. نحن نقول الآن أننا في دولة القانون، دولة المساواة، دولة سيادة القانون، فعلى الجميع أن يحترم القانون. ولا علاقة لتقييد حرية الإعلام بهذا الأمر. قناة دريم 1 و2 لم يغلق البث بتاعها، والشو اللي هم عاملينه دلوقتي على الشاشة ده غير حقيقي، وده خبر كاذب، وقد يلجأ الاتحاد إلى النائب العام كي يحقق في هذا الأمر، لأننا لم نغلق قناة دريم أبدا على الإطلاق. قناة دريم مفتوحة، ومن حقها أن تبث دائما من المدينة، ولها استديو في المدينة يبث برنامج رياضي يومي، فلتبث بقية البرامج. خلي اليوم كله رياضي. نعم؟ سيادة الوزير، أنا أعلن اختلافي الكامل مع حضرتك. لك كل الاحترام سيادة الوزير، الكلام اللي حضرتك بتقوله ليس له علاقة بالواقع ولا بالتطبيق. لا يوجد في التاريخ حد ووزير إعلام يعطي قنوات فيها عدد كبير من البرامج أسبوع لتغير اتجاهاتها ونشاطاتها. أرجو أن تتذكر سيادة الوزير أن قنوات دريم هي التي قدمت الأستاذ هيكل في وقت كان لا يتحدث فيه أحد، هي التي قدمت هالة سرحان ومنى الشاذلي وزملاء كثر، هي التي سمحت لأصوات معارضة بالظهور والتعبير ودفعوا ثمن ذلك. ألا يستحق ذلك الدفاع ولو للحظة؟ يستحق يا فندم طبعا، ومقدرة، وكلهم زملاء أعزاء وأصدقاء أعزاء. نحن نطبق القانون وسيادة القانون. في طب روح القانون أخبارها إيه سيادة الوزير؟ روح القانون موجودة ولا غايبة؟ عموما يا أستاذ خيري، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت أخويا على فكرة، بس أنا أردك عن ظلمك سيادة الوزير. لا يا حبيبي، إذا سمحت لي أنا لا أنصر دريم أخي الحبيب، ولكن أنا يعز علي منك وأنت وزير إعلامي وكنت زميلي، وأصوت لك لأنك كنت تبحث عن حقي، أن تسعى وتبذل جهدا خلال أسبوع لأسباب غير مقنعة ولا يمكن لقناة أن تقبلها أن تغلق قنوات مثل دريم. هتقول لي مش إغلاق؟ لا إغلاق سيادة الوزير. أنت مصر على كلمة الإغلاق؟ لا، لأنه إغلاق سيادة الوزير. ليس صحيحا سيدي، ليس صحيحا. سيادة الوزير، إذا 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 رغبت هكون ممتن إذا فضلت معايا، علشان لو قيل أي كلام يمس حضرتك أو له علاقة بوزارة الإعلام. بكل سرور. ربنا يخليك. دكتور محمد خضر، سمعت كلام سيادة الوزير بيقول إن أنتوا من 3 سنوات تم اختاركم، وأنكم لم توفقوا أوضاعكم وتنتقل، فبتضيع على الدولة ملايين الجنيهات. بص حضرتك، هو الاستوديو ده زي ما قلت لحضرتك، هو مفيش مخالفه للقانون زي ما قلت حاجه. القانون يشترط لو البث من خارج المدينه بموافقه رئيس الاتحاد، وده الموافقه اللي موجوده عندنا، يعني مفيش مخالفه للقانون. وعلى ضوء دوت اتعملت هذه الاستثمارات في الاستوديو. مش يعني ايه مفيش مخالفه؟ بس يا دكتور محمد، وارجو صوتك شويه، ارجو انه يكون واضح حضرتك. يعني القانون بيشترط موافقه رئيس الاتحاد
استحالة البث من خارج مدينة الاتحاد. طيب رئيس الاتحاد وافق لكم على البث من الخارج، هل لمدة زمنية ولا مفتوحة؟ موافقة مفتوحة، لا مش محددة. طيب هل جالكم انذار منذ سنوات، منذ 3 سنوات يقول لكم لازم ترجعوا المدينة؟ حضرتك كان احيانا يجي لما يحصل القناة بتتكلم او عاوزين يخفضوا صوت القناة كان بيبقى ده سلاح مهدد، لكن في الاخر برضه النظام السابق ما قدرش يعمل الخطوة دي بتاع البث، لان هو كان عارف ان احنا ماشيين قانون. اوكي؟ نعم. لكن النهارده لما تيجي في اسبوعين، هو طبعا زي ما حضرتك قلت اساسا ما فيش استديوهات في مدينه الانتاج، وعشان استديو جاهز تجهيز كامل ده حاجه بتاخد اكتر من سنة ونص. ومعالي الوزير عندي مشكله في الصوت دكتور محمد خضر. حضرتك التجهيز الاستديو في مدينه الانتاج، انا اعرف هذا، انا اسال عن الشق القانوني، كم من الوقت تحتاج؟ قانوني لا غير مختلف بالمره يا استاذ. انت تحتاج الى استوديو كبير في مدينه الانتاج؟ انا عندي بالفعل استوديو ومثبت فيه اكتر من ديكور، واستوديو 500 متر مش استوديو صغير. نعم. في ديكورات والاستوديو اللي انا بديت ده انا يعني ما كناش نستثمر فيه، ما كناش احنا وضعينا فيه قانون، ما كناش نستثمر فيه، ما كناش نستثمر فيه. لا عندي مشكله يا دكتور محمد خضر مع الصوت، انا اسف. ما كناش نستثمر فيه اذا كانش وضعه قانون. طيب انت تحتاج وقت قد ايه لو خدت استوديو كبير؟ حضرتك يا استاذ خيم، نعم، يعني احنا بنتكلم على دريم ويتقطع الارسال على قناه دريم، الارسال البث المباشر عن قناه دريم. السيد الوزير بيقول ان ما تقطعش اي ارسال، الارسال اتقطع عنكم؟ خط الفايبر الواصل للنايل سات، طب ما قطعه يعني ما اقدرش اطلع برنامج بث مباشر من الاستوديوهات بتاعتكم في بالظبط كده، يعني حضرتك ما تقدرش تشوف العاشره على الهواء ولا توقيت القاهره ولا صباحك يا مصر ولا اي سياده الوزير، هو مش وارد زي مثلا نتعامل معاهم على زي قناه الجزيره مثلا اللي بتطلع من شقه من التحرير، او قناه العربيه اللي بتبث من شقه ايضا في مزبيرو، ان نديهم مهله وتحددها حضرتك بالحسابات يحتاجوا وقت قد ايه عشان اجهز استوديو؟ تسمح لي يا استاذ خيري، الدكتور محمد مشكورا، وانا اشكره في الحقيقه على اعترافه بانهم تم انذارهم من سنوات بان هم يدخلوا المدينه وما دخلوش. ده كانت لعبه سياسيه، ما حضرتك عارف كانوا بيقولوا ادراعهم ازاي. انا ما بلعبش سياسه. لا ده انا بقول لحضرتك من 3 سنين كانت لعبه سياسه. اسمح لي يا استاذ خيري، يعني هو الان مشكورا ايضا اعترف ان هو عنده استوديو كبير داخل المدينه 500 متر، يستطيع من الاستديو ال 500 متر يطلع كل برامجه من هذا الاستديو. ايضا باكد لحضرتك ان احنا ما قطعناش البث عن قناه دريم، الاستديو بتاع قناه دريم داخل المدينه متصل بالقمر الصناعي ويبث على مدار ال 24 ساعه. امال يا استاذ خيري الشاشه اللي انت حاططها عندك دي طالعه منين؟ لو انا قطعت البث فعلا كان الشاشه دي تبقى موجوده. هو ما حدش انكر ان لهم استوديو هنا يا سياده الوزير. سيدي انا ما قطعتش البث، انا عايزك تقر. انت قطعت البث عنهم الخارجي اللي واخدينه من النايل سات، لكن لسه له البث الداخلي اللي في المدينه اللي زيه وزي حضرتك. سياده الوزير، ولما حضرتك تمنع برنامجي دلوقتي وتقطع عني لسبب ما، هو ده مش قطع. عنك يا سيدي، انت في مدينه الانتاج الاعلامي متصل بالقمر الصناعي، ودريم ايضا في مدينه الانتاج الاعلامي متصل. ولو بيني وبينك عقد سيادة الوزير عليك أن تمهلني. ليس هناك عقد بيني وبينه يا سيدي، وأيضا ليس هناك قرار من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، هذا قرار فردي من الوزير الأسبق ومخالف للقانون، وما بني على باطل فهو باطل. لكن بالنسبة لقناة الجزيرة وقناة العربية دول إيه سيادة الوزير؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. بخصوص القنوات الإخبارية يا سيدي، واخدة تصريح أن تبث رسائل إخبارية، مداخلات إخبارية، تعليقات على الأخبار، مشاركة في برنامج، وهذا حق لها. يعني ما بيعملوش برامج عادية من خارج المدينة؟ من خارج المدينة نعم، من حقها إذا أنت أعطيتها الترخيص من حقها أنها تبث. هو الترخيص كان مديله من النظام السابق بالمناسبة برضو. جميل، لكن بس ما فيهوش تكافؤ فرص برضه سياده الوزير. سيدي مش مديله بس 24 ساعه. نعم. لا واخدين بس 24 ساعه سياده الوزير. مين هم يا فندم؟ الجزيره يا فندم والعربيه. ليس صحيحا يا فندم، ليس صحيحا. برامج الجزيره تبث من الدوحه يا فندم، اللي بيبث من القاهره هو مداخلات او مشاركات في برامج، لكن مش 24 ساعه يا فندم. اللي بيبث 24 ساعه هو قناه دريم 1 وقناه دريم 2 وقناه التحرير، على هذه القنوات المحترمة وعلى الأصدقاء المحترمين
الذين يديرون هذه القنوات أن يحترموا القانون ويحافظوا على المال العام. هذه حكومة ترعى الله ثم ترعى حقوق الشعب. شفت حضرتك ان ده في اهدار للمال العام، توقف قناة بالعاملين اللي فيها باستديوهاتها باعلاناتها بشركاتها. ايضا انت لازلت تصر على المغالطة يا دكتور. انا بكلم حضرتك يا استاذ صلاح، ده انا بكلمك بالمنطق علشان يجيب الفرش وينقله، ده اللي بينقل شقة. الآن شقة بيحتاج وقت سيدي. لا سيدي، عنده استديو 500 متر، الاستديو 500 متر يطلع منه كل البرامج، كل البرامج تطلع منه يا سيدي. ارجوك لا تغالط يا استاذ كاي. يا استاذ صلاح، انتوا عملتوا ايه مع قناة التحرير؟ نفس الشيء. هي قناة التحرير برضو نفس الشيء، ما بتبثش دلوقتي؟ لا، هي قناة التحرير تختلف عن قناة دريم، ان قناة التحرير مش واخدة كابل خاص من النايل سات. تمام. قناة التحرير لا تبث على النايل سات، ايضا بتبث على القمر يوتل سات. تمام؟ تمام. لو هي عندي هانذرها ما دخلتش المدينة هقطع عنها، لكن قناة التحرير مش على النايل سات، على اليوتل سات، قمر اخر لا سيطرة لي عليه، لكن انا ليا سيطرة كدولة على الاستديوهات اللي بتبث منها قناة التحرير، وتم انذار هذه الاستديوهات الا تسمح لقناة التحرير بالبث من خارج المنطقة الاعلامية الحرة طبقا للقانون. استاذ خيري ارجوك، نحن في مصر الثورة، مصر دولة القانون، دولة سيادة القانون، مصر اللي بتحافظ على المال العام، مصر اللي بتكافح الفساد المالي والإداري. أرجو عدم خلط الأوراق، وإذا كان لأي قناة مشكلة مع الحكومة فأي قناة أظن أنها حريصة على مصالح الشعب المصري، بغض النظر عن حكومة الدكتور هشام أنديل ولا وزير الإعلام ولا اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أرجو أن تضع نصب عينيك دولة القانون، حق الشعب المصري في أمواله، أن يعطى هذا الشعب حقه، وأن نوقف باب الاستثناءات، باب الفساد المالي والإداري، إن ده ياخد وده ما ياخدش. نحن سواسية، لا فرق بين مواطن ولا وآخر. نحن شعب بعد الثورة ما فيهوش مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثالثة، ما فيهوش قناة درجة أولى وقناة درجة تانية. إذا أنت تقبل على نفسك أن يميز ضدك يا أستاذ خيري فغيرك لا يقبل. وأنا تلقيت أربع طلبات لأربع قنوات فضائية خاصة زي حضرتك كده، عايزة تاخد نفس الاستثناء من برة. يعني أنا أضرب بالقانون عرض الحائط، وهذا غير مقبول مع هذه الحكومة ومع هذا الرئيس المنتخب الذي جاء بإرادة حرة مباشرة من الشعب المصري. ما فيش استثناءات بعد اليوم. اتفضل، البث متصل، لم يقطع عنك البث، بدليل ان الشاشة اللي سعادتك بتعرضها لهم شاشة متصلة مستمرة. ايضا الاستديو بتاعهم في مدينة الانتاج الاعلامي اللي حجمه 500 متر ويستطيع ان يبث كل البرامج، ايضا استديو 500 متر يبث كل البرامج سيادة الوزير للاقمار الصناعية، ولا قطع على الاطلاق. فالشعب اظن بوعيه يفهم، واظن محدش هيزايد علينا اذا هو بقول ان انا ناضلت ولا كنت باتيح الحرية في العمل الاعلامي. فنحن ايضا ثوار، نحن ايضا مهدنا لهذه الثورة، نحن ايضا دفعنا من حريتنا. المتحدث معك يا استاذ خيري تم اعتقاله في عهد حسني مبارك اربع مرات، كلنا ذقنا هذا الظلم اثناء حكم الرئيس المخلوع، فمحدش يزايد علينا على الاطلاق. انت ليه بتعتبرها مزايده يا استاذ صلاح؟ مزايده نعم. لا ما هياش مزايده يا استاذ صلاح، هو بحث عن حريه اعلام وعن مصالح سياده الوزير. مزايده علينا، واحنا ايضا عملنا، واحنا ايضا كافحنا، ونحن ايضا ثرنا. احنا 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 مين يا استاذ صلاح؟ هذه الحكومه. انت بتكلمني بصفه بصيغه احنا، احنا مين؟ الحكومه التي تعمل الان وتطبق القانون. الحكومة كلها. ليست حكومة عميلة ولا حكومة جاية من برة، هذه حكومة الشعب المصري التي جاءت بإرادة منتخبة، وهي تفعل القانون الآن، واللي عايز يحترم القانون سنحترمه، أما من يريد أن يضرب بالقانون عرض الحائط فبيننا وبينه القانون الذي يسوي بين المصريين ولا يفرق بينهم. بشكرك أستاذ صلاح مقصود وزير الإعلام.
الدكتور محمد خضر لسه معايا ولا خلاص؟ مع حضرتك. يا دكتور محمد انت سمعت احنا هيفضل الكلام مقفول يعني. انا بتكلم في اتجاه وحضرتك بتتكلم في اتجاه وسيادة الوزير بيتكلم في اتجاه تاني. بص حضرتك في بس ملحوظتين. اولا معالي الوزير هو عكس الموضوع، هو مش احنا اللي بنشتغل 24 ساعة، هو القنوات اللي هو ذكرها هي اللي بتشتغل 24 ساعة. لا ما انا مباشر مصر ما لهاش ترخيص اساسا وبتشتغل 24 ساعة. ميدان التحرير استوديو 24 ساعة وهكذا العربية. هو القانون بيطبق بالاختيار يعني، هو اختار جرين. معنى الوزير بيقول احنا هنشتغل من الخطوة القادمة ايه دكتور محمد؟ خلاص انت فهمت ان المسألة في ملحوظة، هو معالي الوزير مش فاهم اللوحة اللي محطوطة، مش فاهم ان احنا بنحتجب يعني. هو مش فاهم لو حضرتك النهاردة في جورنان اتمنع مقال و جريدة احتجب، هو المعالي الوزير مش فاهم مضمون الرسالة اعتقد يعني. ده احتجاب. نعم. انت تمنعني لبس هوا وانا وضع قانون، فانت بتعوقني على العمل، فانا مش هارد الوصف الاخر واشتغل، لا انا بحتجب اعتراضا على هذا القرار. هتعملوا ايه يا دكتور محمد؟ ان شاء الله يوم السبت القادم الدكتور احمد بهجة هيعمل مؤتمر صحفي وهيشرح فيه الملابسات هيقول على الخطوات القانونيه ان شاء الله اللي هنتخذها. هو انتم من حقكم انك تذهب الى قمر اخر تبث من خلاله وما يبقاش للمدينه ولا وزاره الاعلام سيطره عليك، ولا هذا ممنوع؟ يا رب كتيره مطروحه الخيار طبعا القضاء السريع اللي عنهم دي، كل ده ان شاء الله يوم السبت الدكتور احمد هيطرحه في مؤتمر صح كامل باذن الله. بشكرك دكتور محمد خضر مدير قطاع الانتاج بقنوات دريم. الحمد لله تم قبول 25 من أبناء شمال سيناء بالكليات العسكرية، وتقريبا هذه أول مرة تحدث في بادرة طيبة جدا عن الاهتمام بسيناء وأبناء سيناء بعد أن كانوا مستبعدين وكأنهم أبناء البطة السوداء. سأكتفي بذلك وبهذا القدر من الأخبار. هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز السيد الوزير محمد رشاد المتيني وزير النقل. تسكت إسرائيل، تسكت تسكت إسرائيل، تسكت تسكت إسرائيل، بنرد ضدها جيل ورجيل، بنرد ضدها جيل ورجيل. عايزين نعمل أي وقفة احتجاجية، طب نروح فين؟ فليس لنا مكان إلا هذه الجامعة التي تضم في أحشائها النخبة من القادة العرب، وزراء خارجية بيحضرون ويجهزون، وأنا أعتقد إن شاء الله بإذن الله بعد الوقفة اللي شفناها النهاردة من أكثر من 3 ساعات، أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك وقفة للوزراء الخارجية العرب بعد هذه الوقفة من الشعب المصري. احنا على عقود طويلة جدا من اكثر من 50 سنة واحنا بعاد جدا عن القضية الفلسطينية. احنا النهاردة بندور على اولادنا في فلسطين وعايزين نزور اولادنا دول كلهم نوديهم غزة عشان يحصل ما بيني وبين الشعب الغزاوي واولادنا في فلسطين يحصل تواصل ويحصل احس بألامهم وجروحهم، ده المطلوب. هذه الوقفة الشعبية ينبغي ان ينتج عنها موقف سياسي معين. طبعا الموقف السياسي تجسد في سحب السفير وفي طرد السفير. انا لا اريد ان نسرع في هذا الجانب الاجراء، لكن يمكن ان نرسل رسائل معينه تفهم العدو الصهيوني ان مصر متضامنه مع الشعب الفلسطيني دون طرد السفير. لماذا؟ انا اقول ان تعودنا فيما مضى في مصر ان مصر لا تسارع في طرد السفير الاسرائيلي ولا تستدعي سفيرها بسرعه. لماذا؟ لتبقى هناك قناه بين البلدين لعلها تخفف من غلواء المشكلة على الإخوة الفلسطيني، وهذه حكمة مصرية يعني تعودناها في العقود المنصرمة. جئت إلى هنا تضامنا مع شعب غزة، مع أهلنا في غزة، مع الشعب الفلسطيني، مع دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف، تضامنا ضد الهجمة الشرسة التتارية التي تعرضت لها غزة على أيدي هؤلاء، على أيدي العصابة المجرمة، العصابة الصهيونية المجرمة بزعامة هؤلاء الحفنة الضالة الكيان الصهيوني الذي ظن أنه أو توهم أنه حق مشروع، ولكن الدفاع حق مشروع وعلينا أن نثأر وعلينا أن نساعد إخواننا في غزة كي يثأروا وينتقموا من هؤلاء المجرمين. أنا لي فتوى على المسؤول الشخصي، أتمنى أنكم تزعوها زي ما هي. الفتوى بتقول إيه؟ إذا لم يرتدى الصهاينة ويكف عن تهويد القدس وتحويل باحات المسجد الأقصى إلى حدائق ومنتزهات، والمشروع المقدم من أحد أعضاء الكنيسة بتحويل المسجد الأقصى نفسه إلى مساحات زمنية بين الصهاينة والفلسطينيين، وإقامة المحارق الدائمة لأهلنا في فلسطين، إذا لم يكفوا ويرتدوا عن كل ذلك فإني أفتي بإهدار دم الصهاينة أجمعين داخل فلسطين المحتلة. كلامي واضح، داخل فلسطين المحتلة، داخل وليس خارج. وتعينت لأننا نحترم علاقاتنا الدولية مع الدول ونحن دعاة السلام،
وتعينت العمليات الاستشهادية فريضة على الفلسطينيين كوسيلة من وسائل الدفاع، وعلى جميع العرب والمسلمين مساندة الفلسطينيين لتحرير كامل أرض فلسطين من البحر إلى النهر وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى. عاش كفاحك يا فلسطين، عاش كفاحك يا فلسطين.